مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الفترة من التغطية الخاصة التي لازلنا مستمرين معكم فيها، والتي نخصصها في هذه الساعة على شاشة أكسترا نيوز للحديث عن جهود الدولة في ملف التعليم العالي وتوسعها في إنشاء أنماط مختلفة من الجامعات لتأهيل الخريجين لسوق العمل. في البداية نذهب إلى حصاد تصنيفات الجامعات والمراكز البحثية المصرية خلال عام 2030، والذي شهد تقدما ملموسا ما بين إدراج جامعات مصرية بالتصنيفات العالمية وإحراز جامعات أخرى مراكز متقدمة. هذا التصنيف جاء كنتيجة للتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الحالية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، حيث ساهم ذلك في إدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية لعام 2023، مقارنة بإدراج 5 جامعات فقط في العام 2020، فضلا عن تصدر الجامعات المصرية الترتيب عالميا ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية الرئيسية والفرعية أيضا، وذلك في 3 مجالات فرعية، وهي الهندسة الطبية وعلوم النسيج والعلوم الزراعية. دعونا نتحدث بشكل أوسع عن جهود الدولة بملف التعليم العالي والبحث العلمي، والذي لا ينفصل بطبيعة الحال عن الجهود التي توليها القيادة السياسية لتحقيق الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. سنتحدث بشكل أوسع عن كل هذا، وأيضا عن أهمية إنشاء الجامعات التكنولوجية. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية. دكتور، برحب بحضرتك إلى هذه الفترة من التغطية. أهلا بحضرتك وسادة المشاهدين. دكتور، يعني توجه الدولة نحو افتتاح مزيد من الجامعات الأهلية وإدراج هذه الجامعات ضمن التصنيفات العالمية ومساهمة ذلك في وجود خريجين تتواكب مهاراتهم مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، كيف تقيم جهود الدولة في هذا السياق؟ وفي الحقيقة اهتمت الدولة المصرية طبعا قيادة وحكومة وشعبا بتطوير الجامعات المصرية، وده بينعكس على تخريج طلاب مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى بحيث يلاقي فرصة وينافس فرص العمل الدولية. طب حضرتك، بالنسبة لاستراتيجية مصر 2030، ده كان الهدف من التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر، إن في حالة ديت إن احنا نكون في حالة ديت التوسع في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية بحيث كسب الطلاب الوافدين وزيادة السياحة التعليمية زي ما سيادة الوزير قال، طبعا هينعكس تدفقات للنقد الأجنبي من الطلاب الوافدين يعني. نعم. وطبعا زيادة فرص الخريجين بتوعنا في الحصول على المنافسة على فرص عمل دولية أو إقليمية. وبناء عليه قدمت وزارة التعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في مارس الماضي 2023 لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وبتهدف طبعا لتوطين وانتاج المعرفة. احنا كنا الاول بنستهلك المعرفة، دلوقتي توطين وانتاج المعرفة والتحول نحو جامعات ذكية في حالة دي تواكب طبعا الثورات الصناعية الرابعة والخامسة، وطبعا التوجهات العالمية والارتقاء بتصنيف الجامعات طبعا على مستوى العالمي. فتم عمل في الاستراتيجية الوطنية دي تحالفات، 4 تحالفات على مستوى الجمهورية، جنوب الصعيد وده طبعا مركز وأسيوط، وقناة السويس وده طبعا الإسماعيلية، والدلتا طبعا كان مركزها طنطا، وطبعا الإسكندرية أو الشمال في حالة ديت وكان مركز إسكندرية. التحالفات الإقليمية ديت ده يعني تحالفات بين الجامعات اللي موجودة في الإقليم والشركات الصناعية اللي موجودة في الإقليم
وطبعا وايه وخدمه المجتمع. طيب حضرتك يعني ذكرت الاهتمام بالبحث العلمي، توفير المخصصات المالية للبحث العلمي وانعكاس ذلك على ترتيب الجامعات من ناحية ودعم الطلاب من ناحية أخرى. الحقيقة طبعا الوزارة التعليم العالي والحكومة في حالة ديت يعني زودت متخصصات التعليم العالي تقريبا في حالة ديت، يعني كان آخر 5 سنوات كان 52 مليار جنيه، كان بزيادة حوالي في حالة ديت أكثر من 100% من 2014. فهنا الزيادة طبعا والمشروعات البحثية وبنك المعرفة والحاجات ديت كلها ساهمت في حالة ديت في إسراء البحث العلمي، وبقينا نطلع طبعا في مشاريع طبعا دولية بين مصر والدول الأجنبية سواء أوروبا أو أمريكا، بحيث في حالة ديت خلت الرانك بتاع الجامعات المصرية في حالة ديت يرتفع، وطبعا في حالة ديت خلت الناس طبعا إيه في حالة ديت تعمل احتكاك مع الدول الأجنبية. وإحنا بصراحة يعني الأبحاث العلمية بتاعتنا في حالة ديت من الابحاث القيمه جدا اللي بتسهم في الرانك بتاع او تحسين الجامعات المصريه، وطبعا تحسين الجامعات المصريه زياده النشر العلمي وطبعا وجودته، وطبعا بالاضافه لحلول ابتكاريه للمشاكل الصناعيه اللي موجوده عندنا في الصناعه، بالاضافه طبعا لجوده التعليم وطبعا وحجم التعاون الدولي طبعا على المستوى الاكاديميات المصريه والاجنبيه. نعم، إذا ما وجهنا النظر إلى حصاد تصنيفات الجامعات والمراكز البحثية المصرية خلال عام 2023 والذي شهد تقدما ملموسا، حيث أنه تم إدراج جامعات مصرية بالتصنيفات العالمية وكان هناك جامعات أخرى أحرزت مراكز متقدمة، حضرتك شايف الأمر ده وأهميته إزاي في إطار النهوض بالمنظومة التعليمية وتأثير ذلك لتوفير شباب مؤهلة لمتطلبات سوق العمل؟ هو حضرتك بالنسبة للرانك أو التصنيفات العالمية للجامعات بتبقى مبنية على البحث العلمي وجودة التعليم والحلول أو براءة الاختراع وحلول المشاكل في الصناعة يعني. فطبعا حضرتك بالنسبة إن هو طبعا في يعني آخر إحصائية تقريبا 20 جامعة تقريبا دخلوا في التصنيفات أو تقدمت في التصنيفات العالمية، وعلى برضه على مستوى العالم العربي والأفريقي، فده طبعا بيجذب الطلبة وافدين في الحالة ديت، وبيخلي في الحالة ديت إن إحنا في الحالة ديت إن إحنا يعني ده تقييم لنا إن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح إن شاء الله يعني. طيب الدولة المصرية في الحقيقة يعني أنشأت عبر السنوات الماضية العديد من الجامعات التكنولوجية، أهمية وجود جامعات تكنولوجية في ظل المساعي المصرية لمواكبة التكنولوجيا العالمية؟ وحضرتك يعني عايزين بس نقول الستاندر العالمي أو المعيار العالمي في الجامعات في حالتها أن كل مليون مواطن لازم يبقى له جامعة، فالحمد لله كان عندنا 2014 50 جامعة، دلوقتي وصلنا حضرتك حوالي 96 جامعة وست فروع أجنبية للجامعات الأجنبية، فده عندنا حوالي 100 جامعة تقريبا، فاحنا دلوقتي ماشيين على الستاندر أو الحالة ديت الستاندر العالمي، بحيث إن احنا لو احنا قلنا 100 مليون في الحالة ديت فعندنا 100 جامعة. بالإضافة طبعا في الآونة الأخيرة طبعا الجامعات التكنولوجية اللي أنا أشرف برئاسة أحد الحالة ديت، كنا بدأنا 2019 بثلاث جامعات اللي هو بني سويف والقاهرة والدلتا عندنا حضرتك، بعد كده طبعا زادت الجامعات ديت السنه اللي فاتت بقت 10 جامعات 2023، في 7 جامعات بدأوا، وان شاء الله سياده الرئيس طبعا في اخر اللي هي اخر لقاء مع وزاره التعليم العالي في الاسماعيليه اللي هي في حكايه وطن، كان وعد طبعا قال عايزين كل محافظه يكون فيها جامعه تكنولوجيه، يعني احنا عندنا 27 محافظه بنا وصلنا 17 محافظه، فهو حتى يعني طبعا وجه سيادته طبعا الجامعات ديت 17 دول يتعملوا السنه اللي جايه اللي هي 2024، وحتى الميزانيه بتاعتهم قال نصهم من تحيا مصر وصندوق تحيا مصر وصندوق من الحكومه ونصهم الثاني من الحكومه. فبنشكر سياده الرئيس طبعا على التوجهات ديت، وجامعات التكنولوجيه بصراحه ديت موجوده في المناطق الصناعيه او هي يعني انشاءها في المناطق الصناعيه بين الشركات اللي موجوده المحيطه، فالتخصصات بتاعتها بتخدم الشركات او اللي هي المحيطه في حاله ديت، بحيث ان احنا بنطلع خريج في حاله ديت بيتدرب في الشركات، وبالتالي عليه في حاله ديت ان احنا ما هو ده اللي انا كنت عايز اسال حضرتك عليه، يعني حضرتك شايف ان الجامعات التكنولوجيه تقدر ازاي انها تلبي طموحات الدوله في هذا الاتجاه والدفع نحو الرقمنه والتعامل مع التكنولوجيا الحديثه؟
وبالنسبه للتخصصات بتاعتها حضرتك، يعني احنا التخصصات اللي عندنا بتخدم المشروعات القوميه للدوله وبتخدم الشركات المحيطه في الحاله ديت. لو احنا بصينا حضرتك، لو انا هتكلم على جامعه الدلتا، التخصصات عندنا او البرامج بنعملها ازاي؟ ان احنا طبعا بنعمل اجتماع مع الشركات المحيطه في الحاله ديت، وبنقول له في الحاله ديت البرامج اللي عندنا كذا مثلا اللي هي بتخدم المشروعات القوميه زي الطاقه الجديده والمتجدده والاوتوترونكس السيارات الكهربائيه والميكاترونكس خطوط الانتاج اللي هي الالكترونيه والحاجات دي والروبوتات والذكاء الاصطناعي. فبقول له دي التخصصات اللي عندنا، هل التخصصات دي كافيه بالنسبه لك ولا في حاجات ثانيه ممكن ان احنا على ديت ندخلها؟ مثلا احدى الشركات اللي موجوده في المنطقه الصناعيه اقترحت علينا ان هي عايزه برنامج للتبريد والتكييف، لانها شغاله في حاله ديت عندها مصنع للتبريد والتكييف ومش لاقي التخصصات ديت لا في هندسه ولا في الجامعات اللي موجوده. يعني التخصص الموجود ده ميكانيكا اللي موجود في الهندسه. يعني حضراتكم كرؤساء جامعات بتتواصلوا مع الشركات التكنولوجيه لاثراء التخصصات الموجوده لديكم. ايوه حضرتك، يعني التخصصات ديت بتبقى بيننا وبين الشركات اللي موجوده، وحتى اللائحه الدراسيه احنا بنعملها احنا الاثنين وبنبعتها للوزاره بتوافق عليها، وده بضمن فرصه التدريب للطالب في حاله دي اثناء الدراسه. يعني لان عندنا الدراسه في حاله دي 40% نظري و60% عملي، بنهتم بالجزء العملي يعني. لازم التدريب في الشركات في حاله دي بعد سنه اولى وبعد سنه ثالثه لازم الطالب يقضي شهر ونص، بحيث ان الطالب يتخرج ويكون مؤهل للانخراط في سوق العمل بسهوله. مؤهل على طول، مش محتاج بقى يتدرب ثاني ولا حاجه، فحضرتك بيلاقي فرصه على طول في الشركات يعني. طب هل المنح اللي انتوا بتوفروها دي بتضمن فرص عمل للطلاب المرشحين للمنح او الطلاب المتفوقين؟ ايوه حضرتك، يعني احنا خرجنا يعني اول سنه نخرج السنه دي في حاله دي خرجنا عندنا حوالي 130 طالب، طبعا معظمهم راح الجيش والباقي في حاله دي الحمد لله لها فرص عمل في الشركات ديت. يعني لان البرامج اللي احنا بنعملها في حاله ديت او اللي احنا بندرسها هي الشركات اللي عايزاها وهي اللي طالباها حضرتك يعني. بالاضافه كمان للمشروعات القوميه في الدوله، يعني عندك مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده والدوله مهتميه بمشروعات الطاقة. شيء جميل الحقيقة ان الطالب يتخرج يلاقي فرصة عمل جاهزة ومستنياه، لان الجامعة بتشتغل على كده. وفي طلبة بتتحجز من سنة ثالثة وسنة رابعة بالنسبة للشركات حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عربي سيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية. الدولة المصرية اهتماما كبيرا بإنشاء وتطوير الجامعات ووضعها في مراكز متقدمة عالميا، وذلك انطلاقا من أن رفع كفاءة العملية التعليمية يتطلب توفير بنية تحتية مميزة. ارتفع إجمالي عدد الجامعات في مصر حتى يونيو من 2023 إلى 96 جامعة تضم 3,300,000 طالب بدلا من 1,400,000 طالب في عام 2014. وكذلك أولت الدولة اهتماما خاصا بدعم البحث العلمي، كما عملت على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للإسهام في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. نتج عن هذا النمو الكمي الكبير تطور واضح في جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يعطي حافزا قويا للاستمرار في خطط التنمية
كي تفي بالاحتياجات المستقبلية. في دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أظهرت أنه ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تطورت أعداد الجامعات والكليات والبرامج المقدمة فيها بشكل غير مسبوق عما كانت عليه في عام 2014، حيث ارتفع عدد الجامعات الأهلية والخاصة من 19 جامعة ل 47، بالإضافة إلى إنشاء 8 أفرع لجامعات أجنبية و10 جامعات تكنولوجية، مما نتج عنه ارتفاع أعداد الكليات إلى 473 كلية حكومية و237 كلية خاصة و99 كلية أهلية و43 كلية في الجامعات التكنولوجية و176 معهد عالي، بعدما كانت تقتصر الجامعات في عام 2014 على 28 جامعة حكومية تضم 392 كلية و26 جامعة خاصة وأهلية تضم 141 كلية، بالإضافة ل 164 معهد عالي. على مدار 10 سنوات شهد قطاع التعليم بكل قطاعاته ما قبل الجامعي والجامعي وبكل أنواعه العام والخاص والفني وحديثا الأهلي والتكنولوجي والدولي، شهد إنجازات وتطورات عديدة اتساقا مع خطط الدولة الطموحة في تحقيق التنمية. أرقام وإحصائيات تعكس تطورات ملحوظة في دعم منظومة التعليم، فقد شهد حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم طفرة ملحوظة، حيث تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي 2023-2024 بمبلغ 48 مليار و600 مليون جنيه لتصل إلى 305 مليارات و200 مليون جنيه. في قطاع التعليم قبل الجامعي ارتفعت معدلات بناء الفصول خلال السنوات العشر الماضية بصورة كبيرة، وذلك ضمن خطة محددة تستهدف بالدرجة الأولى إتاحة التعليم بالمناطق المحرومة من المدارس، إضافة إلى خفض كثافات الفصول في المناطق المكتظة بالسكان. وفي قطاع التعليم الفني شرعت الدولة في تبني تنفيذ استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني منذ 2013، استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهني لخريجي التعليم الفني وإمدادهم بمهارات تواكب التنافس المحلي والدولي في سوق العمل. أما التعليم الجامعي والبحث العلمي فقد ارتفعت أعداد الجامعات الحكومية، إذ تم افتتاح عدة جامعات في محافظات الأقصر وشمال سيناء والوادي الجديد ومطروح، ليتحقق بذلك التكافؤ الجغرافي في توزيع الجامعات الحكومية لتشمل جميع المحافظات. كما تم استحداث 271 برنامجا جديدا يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لترتفع أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية، إضافة إلى افتتاح عدة جامعات تكنولوجية لتستوعب خريجي التعليم الفني وخريجي المدارس التطبيقية التكنولوجية. في قطاع التعليم الجامعي أيضا ارتفع عدد الجامعات الخاصة والأهلية وتضاعف عدد كليات الجامعات الخاصة، إضافة إلى زيادة أعداد المعاهد الخاصة خلال السنوات العشر الماضية. أما الجامعات الدولية فقد أنشئت عدة فروع لجامعات دولية. وأما على صعيد البحث العلمي والابتكار فقد أولت الدولة اهتماما خاصا بدعم الابتكار، وأنشأت بنك الابتكار المصري عام 2018 كأكبر منصة حكومية لدعم الابتكار، حيث أسس البنك 15 حاضنة أعمال وتعاقد على تنفيذ 635 مشروعا في مجالات عدة، منها الطاقة والاتصالات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والصناعات الاستراتيجية. جهود محمودة إذن قامت بها الدولة في مسعى لتطوير منظومة التعليم على الصعيد الكمي والنوعي وتأهيلها للمنافسة العالمية وتنمية قدرات ومهارات طلابها وتحفيز الإبداع والابتكار، ما انعكس على تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية ذات الصلة.
للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد خليل موسى، الأستاذ الجامعي واستشاري التعليم. برحب بحضرتك يا دكتور. وهناك تصنيف يسمى تصنيف QS العالمي للاستدامة، دعنا نوضح للسادة المشاهدين ما هو هذا التصنيف. هو تصنيف دولي للجامعات بشكل عام، بيبص بالضبط كده على مدى إنتاجية كل جامعة من حيث الأبحاث وتطبيق الأبحاث لسوق العمل، وإزاي الأبحاث دي بتفيد السوق المحلي والعالمي بشكل عام. فإحنا في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة الأبحاث اللي موجودة من الجامعات المصرية، في كثير من الجامعات المصرية طلع الرانكينج أو التصنيف لضمن أفضل الجامعات الموجودة حول العالم، وده نتيجة الاهتمام الفترة الماضية بالعمل التكنولوجي والذكاء الصناعي والأبحاث اللي طلع من كليات الطب وزراعة وهندسة، وده بيزود بشكل عام تصنيف الجامعات المصرية. وده تصنيف الفترة اللي ده تصنيف عالمي بشكل عام، ودايما الدول الغربية وأمريكا وبريطانيا بتبقى متصدرة. ولما بنقول بيقيموا الجامعات على أي أساس، مش بيقيموا الجامعات على أساس عدد الطلاب أو عدد هاي التدريس، لكن بيصنفوا الجامعات على أساس كفاءة البحث العلمي. هل البحث العلمي مجرد نظري ولا تطبيقي، ومدى تطبيقية البحث العملي بشكل عام حول العالم، وهل هو ليه فايدة في السوق المحلي والدولي ولا لا؟ طيب. هو ده الطريقة اللي احنا بنقيم بها الجامعات. يعني التصنيف ده بيرتبط ازاي بتقدم الجامعات المصرية جوه التصنيف نفسه؟ وده طبعا في ظل جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي اللي تم اطلاقها في مارس 2023. ما يفندم، من الفترة اللي فاتت اصلا الحكومة بشكل عام اعطت كثير من الاهتمام لانشاء مزيد من الجامعات في مناطق كثيرة، وفكرة ظهور الجامعات التكنولوجية والتعليم والاهتمام بالتعليم الفني هو ده اللي أثرى منظومة التعليم بشكل عام، خاصة ان احنا مع ظهور الاهتمام الكبير بالتعليم الفني ده بصراحة ضد تماما النمط او الستيريوتايب او النمطية، فكرة ان التعليم الفني تعليم اقل من التعليم الثانوي العام، فاصبح فيه اهتمام اكتر بالجامعات التكنولوجية، الجامعات الاهلية، فده زود اعداد الابحاث. الابحاث ديت اللي ادرجت جامعات مصر ضمن تصنيف عالي. فيبقى البدايه خالص من الاول باهتمام بالتكنولوجيا والتعليم الفني اللي انتج مزيد من الجامعات، والجامعات ادت الى ابحاث اكتر، فالابحاث دي كلها طبعا بتنعكس على تصنيف الجامعات المصريه بشكل عام. طيب التصنيفات الدولية الإيجابية على مستوى الخريجين وعلى المحتوى اللي بتقدمه الجامعات لطلابها إزاي بينعكس على تقدمها ضمن التصنيفات الدولية دي؟ والله يا فندم حضرتك خلي بالك برضو إن لما يكون الجامعات المصرية لها تصنيف عالي ده بيؤثر على قوة الخريج نفسه. يعني احنا كتير جدا من أبنائنا ليه ساعات بعض أولياء الأمور يبعتوا ولادهم في جامعات خارج مصر او في دول تانية عشان الجامعة دي ليها رانكينج او تصنيف عالي، فده بيأثر على السي في بتاعه وقوته هو في سوق العمل بعد كده. هي نفس الشيء، دلوقتي بقت جامعات مصرية متصنفة عالميا، فبالشكل دوت لما انا كخريج الجامعة المصرية اتقدم لاي شركة عالمية دولية داخل مصر او حتى يشتغل اونلاين مع جامعات بره، فبيقول لك انا جاي من جامعه ديت، فيتدخل الشركات واصحاب الشركات ديت على الانترنت ويشوفوا تصنيف الجامعه دي ازاي. فلو ليها تصنيف دولي وعالمي وفقا للكيو اس، وفقا لمعايير الجامعات من حيث الانتاج، البحث، من حيث ازاي اعضاء التدريس بيطوروا نفسهم والتطوير المهني، ده بيقوي من كفاءة الخريج وده بيقوي من فرصته. هل ده ليه علاقة بالاكريديتيشن او الاعتماد من جامعات خارجية؟ الاعتماد دي قصة تانية خالص حضرتك، والاعتماد ده بيقوي اكتر طبعا. يعني انا الوقت كجامعة عندي ابحاث بتطلعها فباخد رانكينج، ولكن الاكريديتيشن او الاعتماد دوت بيبقى ساعات اقسام داخل الجامعات. فلنفترض مثلا اقسام زي قسم انجليزي، اداب، صحافة، اقسام بعينها، زراعة، قسم كذا، فبتيجي هيئات داخل خارجية بتزور وتشوف الابحاث. وعندنا على فكره هيئه داخل مصر للاعتماد الدولي، هيئه مصريه محليه للاعتماد، كل ديت بتزود فرص الاقسام والكليات لابنائها وخريجينها.
فمرة تانية، ولكن احنا بنتكلم في قصة تصنيف دولي من حيث أعداد الخريجين، كفاءة الخريجين، وقوة البحث العلمي، وقوة أعضاء هيئة التدريس. هو ده اللي بيزود بشكل عام التصنيف للجامعات. الدولة في حقيقة الأمر بتولي اهتمام كبير لسياسات البحث العلمي وزيادة تمويل البحث العلمي. ده ممكن ينعكس إزاي على إيجابية التصنيفات الدولية للجامعات؟ هو حضرتك ده هينعكس على التصنيف العالمي والحالة الاقتصادية أيضا، الاتنين مع بعض مرتبطين. يعني ده احنا كتير جدا مننا فاكرين ان الجانب الاكاديمي لا ينعكس على الاقتصاد، ولكن العكس اللي بيحصل دلوقتي، ان الحكومة بتولي اهتمام ببعض التخصصات اللي قليلة جدا في مصر وبدأ يبقى ليها سوق، زي مثلا السيارات الكهربائية والهندسة للسيارات الكهربائية، الهندسة للطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. كل التخصصات الجديدة اللي ظهرت في الجامعات الأهلية والتكنولوجية دي هتؤدي إلى تميز كثير من الجامعات المصرية وتوفير فرص عمل، مش بس في السوق المحلي، ده في السوق العالمي، عشان ده أصبح الطلب بره. دلوقتي في بعض التخصصات في مصر يعني للأسف أصبح إدمت، ما إدش حد مطلوبة قوي، وفي تخصصات جديدة دي اللي الحكومة دلوقتي بتركز عليها. فكرة إن أنا التعليم بيخدم سوق العمل دي نقطة مهمة جدا، كانت غايبة الفترة قبل كده كبيرة. صحيح. إن إحنا مجرد بنطلع خريجين وبعد كده الخريجين بيعانوا من حاجة اسمها unemployment أو البطالة. دلوقتي أصبح عندنا كوادر من أو ممكن كانوا بيشتغلوا بشهادات مش شهاداتهم أصلا، شهادات تانية، يقول لك أنا بعمل كارير شيفت وتغيير المسار تماما، أو دراسات عليا في مجال مختلف. بالظبط كده، لكن انا دلوقتي بطلع خريج من جامعه مميزه ليه مكانه في سوق العمل وممكن يشتغل في جامعات دوليه وبالشكل ده، وتخصصات جديده. خاصه ان الوقت العالم كله رايح ناحيه الايثيكال هاكينج والقرصنه الاخلاقيه والذكاء الصناعي والطاقه المتجدده، هي دي التخصصات دلوقتي بقت موجوده في الجامعات الجديده، وهي دي اللي الحكومه اهتمت بيها، وده اعتبره قفزه في التعليم الجامعي، ان اصبح دلوقتي الاهتمام مش بالتعليم التقليدي ولكن التعليم المتميز، وهو ده اللي هيزود من تصنيف مصر تعليميا إن شاء الله في الساحة العربية والدولية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد خليل موسى، الأستاذ الجامعي واستشاري التعليم. لدولة الإمارات العربية المتحدة وبعثاتها في الأمم المتحدة للجهود الدؤوبة والمخلصة التي قامت بها في التشاور المكثف مع الدول أعضاء مجلس الأمن والمنظمات الأممية وصولا لاعتماد هذا القرار وبذل كافة السبل لإنجاحه، جزيل الشكر لكم على جهودكم المقدرة. سيد رئيس، مشروع القرار الذي تم اعتماده اليوم يبني على مشروع القرار المتكامل السابق الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية ورعته 81 دولة تنفيذا لمقررات قمة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية في 11 نوفمبر الماضي بخصوص كسر الحصار الإنساني المفروض على أشقائنا الفلسطينيين في غزة. وصدور هذا القرار اليوم خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التداعيات الإنسانية الدامية للحرب على غزة وضمان استمرارية ودوام نفاذ المساعدات للقطاع دون عوائق عبر آلية تشرف عليها الأمم المتحدة، بحيث لا يترك العمل الإنساني رهينة لإرادة القوة القائمة بالاحتلال، والتي لا يمكن عقلا ولا قانونا اعتبارها طرفا محايدا لتقديم الدعم الإنساني. نتطلع سيد الرئيس أن يساهم هذا القرار في دعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة قطاع غزة، الذي ورغم الجهود المصرية المضنية لتقديم كل المساعدات القصوى الممكنة للأشقاء الفلسطينيين، ورغم اقتسامنا الكساء والغذاء والدواء معهم، ما زال يشهد كارثة إنسانية مروعة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك على ضوء سقوط أكثر من 20,000 شهيد، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وأكثر من 53,000 جريح، إضافة إلى النقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية. غزة تعاني حصار التجويع سيد الرئيس، والتدمير الشامل للبنية التحتية الأساسية والمنازل
والمستشفيات والمراكز الطبية. إن هذا الوضع الكارثي يتزامن مع تصاعد الاقتحامات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية وما توقعه من قتلى وجرح، علاوة على الهجمات المستمرة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يخشى معه من انفجار الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطينية. سيد الرئيس، تعرب مصر عن تقديرها وتحيتها للسكرتير العام للأمم المتحدة، ونشد على يده مجددا لكل ما قام به في الفترة الأخيرة من جهود، ومطالبته المستمرة بوقف إطلاق نار إنساني، ولفته عناية مجلس الأمن لما يثيره الوضع الإنساني في فلسطين من تهديد للسلم والأمن الدوليين، من خلال خطابه إلى مجلس الأمن إنفاذا للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. كما نعرب أيضا عن تقديرنا للمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني وكافة الأبطال العاملين في وكالة أونروا، أولا للتضحيات التي قدمتها الوكالة والجهود المضنية التي بذلتها في ظل أصعب الظروف في غزة، وأيضا لقيام المفوض العام بمخاطبة الجمعية العامة لتسليط الضوء على انهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهو ما عزز من مساعينا لتقديم مشروع القرار الذي اعتمد اليوم. سيد الرئيس، نتطلع بعد أن قام مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته في إصدار ذلك القرار إلى قيام أجهزة ووكالات الأمم المتحدة فورا وبدون إبطاء بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، من خلال تضافر جهودها لصياغة خطة تنفيذية تحول هذا القرار إلى آلية فاعلة على الأرض، بالتنسيق مع المجتمع الدولي الذي ندعوه لحشد الموارد المالية والبشرية اللازمة بما يحقق أهداف هذا القرار المتمثلة في نفاذ إنساني مستدام وكاف دون عوائق لقطاع غزة. هذه خطوة يجب أن يتبعها خطوات أخرى، أولها إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف إطلاق النار الفوري وإيقاف العدائيات، كافة العدائيات دون شرط أو قيد، في كافة المناطق بقطاع غزة. فكافة الجهود التي ترمي للتخفيف من وطأة الوضع الكارثي وتقديم الدعم الإنساني لن تؤتي كامل ثمارها سوى بإنفاذ مجلس الأمن لقرار ملزم بوقف إطلاق نار شامل ودائم وإيقاف العدائيات في كافة المناطق، لوقف القتل ضد المدنيين وإعطاء فرصة للعمل الإنساني وتوفير الأمان اللازم للعاملين في المجال الإنساني. إن هذا المطلب الخاص بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام يأتي استجابة لإرادة المجتمع الدولي بأسره، والتي تجسدت من خلال قرار الجمعية العامة الصادر في جلستها الطارئة العاشرة في 12 ديسمبر الحالي، المطالب بوقف إطلاق النار الإنساني، والذي حاز على تأييد 153 صوتا، بما يعكس هذا الإجماع من موقف عالمي لا يمكن أبدا التحجج بعدم إلزاميته السياسية أو القانونية. سيد الرئيس، نؤكد أن مشروع القرار الذي اعتمدتموه اليوم لم يقتصر على الجوانب الإنسانية فقط، بل ركز على أمور يجب العمل على تنفيذها أيضا، فقد أكد على ضرورة احترام الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والشحنات المستخدمة في الإغاثة وأماكن اللجوء والمنشآت المدنية والأغراض التي لا غنى عنها لحياة المدنيين، ورفض الترحيل القسري للفلسطينيين من أرضهم ووطنهم، وأهمية حل الدولتين وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وكذلك أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي كلها أمور لا تقل في أهميتها عن الشق الإنساني للقرار. في هذا السياق تجدد مصر مرة أخرى على الأهمية البالغة لخلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته المشروعة في دولته المستقلة
على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. فهذا المسار هو الوحيد الذي يكفل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وضمان أمن واستقرار كل شعوبها. سيد الرئيس، نجاحكم اليوم بارقة أمل ولو ضئيلة، يجب التمسك بها ويجب البناء عليها من أجل وقف المأساة الإنسانية المروعة التي نشهدها جميعا في قطاع غزة. نطالبكم بتضافر كل الجهود لوقف الحرب وإنهاء المعاناة الرهيبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الأعذل على مدار 3 شهور. السيد الرئيس، نأمل في قيامكم بتوفير الحماية للمدنيين وإنقاذ الأبرياء وحقن دمائهم، وهي أسمى غايات مجلس الأمن بل وأسمى غايات الأمم المتحدة بأسرها. وشكرا خالص شكر سيد الرئيس. إذن مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم جانبا من كلمة مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فيما يخص الجلسة الخاصة بالتصويت على إنفاذ وتنفيذ مشروع قرار وقف إطلاق النار الشاملي والمستدام في غزة. فاصل قصير، نتابع من بعد هذه التغطية، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا الفاصل القصير، ونستأنف مع حضراتكم مناقشة جهود الدولة في ما يخص التعليم العالي والبحث العلمي. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد خضر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية سابقا. دكتور، برحب بحضرتك إلى هذه الفترة، ونتحدث عن الدولة المصرية وجهود الدولة المصرية والعمل وبقوة من جانب الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو على تطوير ملف التعليم العالي. دعنا نتحدث بشكل عام عن جهود الدولة للنهوض بمجال التعليم العالي. برحب بحضرتك أستاذة دارين، وسعيد أن أبقى بحضرتك أستاذة المشاهدين. طبعا الدولة المصرية بذلت في الفترة الأخيرة جهود عظيمة في مجال التعليم على مختلف أنواعه، ولو هنحدد نتكلم عن التعليم التكنولوجي، مصر دخلت عالم التعليم التكنولوجي بقوة، حاضرة في شكل 10 جامعات تكنولوجية على أعلى مستوى من البناء والأجهزة والمناهج والمقررات اللازمة لبدء تعليم جديد والحصول على خريج جديد الدولة محتاجاه. وكان الحقيقة الفكرة الرائعة دي بدأت بزيارة سيادة الرئيس لكوريا، والاتفاق معاهم ان احنا عايزين ننقل تكنولوجيا التعليم وننقل الفكر الجديد في التعليم التكنولوجي الى مصر. التعليم التكنولوجي الحقيقة بيهدف إلى خلق نماذج وكوادر جديدة قضت جزء كبير جدا من وقتها أثناء الدراسة في المصانع، وده المختلف عن التعليم العادي. احنا في التعليم العادي الطالب ممكن يخش معمل يعمل تجربة وهكذا، يدرس حاجات نظرية، لكن في تعليمنا التكنولوجي الطالب من أهم الأساسيات أنه يعمل 60% من شغله داخل المصانع والورش. حضرتك قصدك أنه الجانب العملي من الدراسة؟ بالضبط يا فندم، بالضبط، لأنه هي دي المحك، إن الولد يخش ويقعد تحت المكنة وتلاقي الطالبة أو المهندسة قاعدة تحت المكنة وقادرة إنها وهي في سنة تانية وهي في سنة أولى بتشوف المكن بيشتغل، بتشوف المحرك، بتشوف الدنيا دي كلها، وبتقدر تفهم بقى الكلام ده. لما بتتخرج وتلتحق بالمصنع بتفاجئ إنها مش حاسة إن في حاجة غريبة، بالعكس ده بتبدأ تطور وتفكر وتجدد وتفكر بره الصندوق عشان تعمل أفكار جديدة. طيب، تحرك الدولة نحو إنشاء هذا النوع من الجامعات اللي هي الجامعات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها وفي أنحاء كثيرة من الجمهورية، ده بيعود على الدولة بإيه؟ كيف ينعكس على تطور ورقي الدولة ربما اقتصاديا؟ طبعا يا فندم، إن الدولة قررت إنها تعمل ثورة صناعية،
وصناعة يعني بعد ما يبقى عندي منتج عاوز أصدره. المنتج ده عشان يتصدر لازم يكون ليه مواصفات عالمية ومواصفات قوية، يبقى لازم يكون الشخص اللي هيقدم المنتج ده في المصنع متعلم كويس، فاهم يعني إيه تكنولوجي، فاهم يعني ايه ان انا بشتغل في الاي تي او بشتغل في الاوتوترونكس او بشتغل في الميكاترونكس، بشتغل في الحاجات دي على اعلى مستوى عشان اقدر اصدر منتجي ده لبره واحصل على عمله صعبه. حضرتك عايز تقول ان اهتمام الدوله بانشاء هذا النوع من الجامعات والتوسع فيه ياتي ضمن خطط الدوله بالاهتمام بقطاع الصناعه ايضا. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم، ودي نقطه مهمه. إن لو تشوف حاجة التنوع اللي موجود في العشر جامعات، قدرنا إن إحنا في العشر جامعات دول نحط كل أنواع الصناعات اللي مصر محتاجاها، يعني هتلاقي حاجات في صناعة السيارات، حاجات في صناعة الأي تي، حاجات في صناعة الحاجات اللي تخص النسيج، حاجات في صناعة الحاجات اللي تخص الحجريات وإلى آخره. كل المناهج هتلاقي موجودة، يعني تلاقي مثلا في جامعة بني سويف في حاجة، في جامعة القاهرة التكنولوجية في حاجة. كل جامعة بتتميز بتخصص معين. بالضبط، والتخصصات دي كلها بتصب في الآخر في إني أطلع تكنولوجي متسلح بالعلم، فاهم يعني إيه مكنة، فاهم يعني إيه معدة، قدر إن يقعد تحتها أثناء الدراسة. أنا عاوز أقول لك إن الولاد في السن الصغير ده بنفاجئ إنهم بيقدموا لنا براءات اختراع وبيقدموا لنا إمكانيات غير عادية، إحنا بنبهر من أداء الولاد وقدرتهم على التطور وإن هو يطور تفكيره وإن يطور المعدة وإقبال الشركات. يعني إحنا عندنا شركة من أكبر شركات الإلكترونيكس، مش هقولها عشان الإعلان، في بني سويف أكبر شركة دي بتصدر لكل العالم من خلال مصر ومن خلال المصنع بتاعها في مصر. دي بتعتبر الطالب بتاعنا من أهم الموارد بالنسبة لها، عشان هو ده اللي يروح عندها، ومش بس كده بياخدوه وبأثناء الدراسة يدوله راتب عشان هو متفوق ومتميز وقادر انه يعمل شغل كويس، وفي الاخر فوجئنا بيهم بيقولوا لو سمحتوا احنا عاوزين الطلبه دول عشان نعينهم. يعني انا مش بس بخرج اجيال تفضل قاعده عطله، لا ده الخريج بيتاخد يا فندم وبيتعمل معاه عقود من سنه رابعه وسنه ثالثه. يعني حضرتك شايف انه احتكاك الطلبه في سن حديث وصغير بالمجال العملي بيلهمهم اكتر وبيعطيهم القدره على الابتكار والتجويد واعطاء المزيد في المجال. بالظبط يا فندم، احنا الطالب المصري ذو عقليه متميزه، ومجرد ما تحطيه على الطريق على التراك الصح بتشوفي منه انتاج وحاجات مبهره. بقول لك لما عملنا، ويمكن كمان الطلبه اللي بيختاروا الاقسام دي تحديدا هم باللغه الدارجه كده غاويينها، فهم بيبقوا كمان فرص الابداع عندهم لو احتكوا بالمجال العملي في سن صغيره ممكن يطلع منه حاجات كتير. بالظبط يا فندم، خصوصا بقى لما كنت كمان مجهزه لهم المعامل دي على اعلى مستوى، مجهزه لهم القرارات. فاحنا حتى كنا عاملين في جامعه بني سويف، الحمد لله ان انا مضيت اتفاقيه مع الجانب الكوري 8 مليون دولار. الاتفاقيه ديت هدفها ان يبقى الجانب الكوري شريك لينا في كل حاجه احنا بنعملها، وهو اللي بيشرف على تدريب الطلاب وبيشرف على اعداد المقررات وبيشرف على المشروعات اللي احنا بنعملها. فوجود برضو شريك اجنبي معاك ده بيدي قوه، عشان كده طبعا الدوله مصره ان لازم يبقى فيه شركاء لينا عشان الشهادات بتاعتنا تبقى شهادات عالميه ودوليه. طيب يعني الصعيد كان ولا زال له الحظ الأكبر في وجود العديد من الجامعات الأهلية في مختلف محافظاته، حضرتك شايف دور تلك الجامعات جنب الجامعات الحكومية في النهوض بالتعليم العالي في صعيد مصر بالتحديد؟ الحقيقة يا فندم الإقبال بتاع الطلاب ورغبة الطالب المصري في التعليم خلت الدولة إنها لازم تفكر في انه لازم اديله الفرصة، طالما هو عاوز يتعلم، طالما هو بالكفاءة والقدرة ان هو ممكن ان هو يضيف لبلده ولتعليمه ولنفسه هو وشخصيته اضافة كبيرة بانه يتعلم التعليم ده، طب وماله احنا نقدم له ده. بس شوف الشيء الجميل بقى ان احنا مش بنقدمه حاجة محلية او حاجة نقول عليها ايه مكررة، لا ده احنا بنقدم له برامج مميزة. البرامج المميزه ديت بتبقى فيها فكر، كنا بداناها الاول في الجامعات الحكوميه وحصل عليها اقبال غير عادي،
وبعدين دلوقتي يعني نقلنا جزء كبير منها او استعدنا جزء كبير منها في الجامعات الاهليه. فلما تروح الجامعات الاهليه تفاجئ بمقررات مثلا في علوم النانو تكنولوجي، واخد بال حضرتك، في النانو تكنولوجي دي من احدث التكنولوجيات اللي موجوده في العالم، تلاقي برنامج وتلاقي البرنامج ده معدل. طب المناهج دي بتيجي ازاي؟ يعني عن طريق مثلا عقد اتفاقيات مع الجامعات الدوليه، ولا عن طريق اعتماد شهادات هذه الجامعات من جامعات دوليه؟ يعني بتيجي ازاي المناهج دي؟ ده سؤال مهم جدا. احنا عندنا اكتر من مصدر للشهادات دي يا فندم. المصدر الاول الاستاذ المصري او استاذ الجامعه المصري اللي هو اتعلم وتعلم كويس واضاف لبلده، وقدرته بقى ان هو يقدر يبتكر افكار لبرامج جديده. دي نمره واحد. نمره اتنين، الناس اللي سافرت بره وتعلمت وشافت البرامج دي، ازاي ان احنا نعمل لها محاكاه عن طريق ان احنا نعمل اتفاقيات مع الجامعات اللي موجوده بره، ويبقى زي ما حضرتك قلتي بالضبط تبقى الشهاده طالعه باسم الجامعه المصريه والجامعه الاجنبيه، والطالب ممكن كمان يروح يقضي سنه في الجامعه الاجنبيه دي يستكمل فيها تعليمه، فيبقى الولد حصل على شهاده مزدوجه. واخد بال حضرتك؟ نعم. المسار الثالث ان انا اعمل دمج ما بين تخصصين. يعني مثلا احنا النهارده عندنا الارتفيشال انتليجنس اللي هو الـ 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 الذكاء الاصطناعي. بالظبط يا فندم، هو ده اصبح النهارده من الاهميه بمكان يبقى موجود في كل حاجه. طب ده لما نعمله مع حاجه في مجالات العلوم الطبيه، يبقى في خليط من هنا مع هنا لانتاج مقرر جديد في هذا التخصص، زي مثلا البايو انفورماتكس. البايو انفورماتكس ده بيحتاجوه الاطباء جدا، بس ده مش هيتم غير بالارتفيشال انتليجنس. يبقى احنا نقدر نعمل مقررات جديده فيها دمج ما بين كليه وكليه اخرى، وينتج عنها شهاده بتطلع من الكليتين دول. ايوه، طالما انا متوفر عندي، طالما انا متوفر عندي الكليه الممتازه وعضو هيئه التدريس الكويس، اقدر ان انا اعمل ده. فاحنا الحمد لله كان النماذج دي كلها موجوده عندنا. يبقى كان الطالب متخرج من جهتين. بالظبط يا فندم، بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد خضر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية سابقا. مشاهدينا، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة من التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز، والتي تحدثنا فيها عن جهود واهتمام الدولة بملف التعليم العالي والبحث العلمي. صاحبتكم فيها على مدار الساعة الفائتة أنا دارين مصطفى، حتى ألتقيكم من جديد أترككم في أمان الله.